نظافة المحيط. أشارك في حملات التنظيف وأحافظ على نظافة المحيط وجماله، لأن ذلك تصرف سليم ومفيد للناس والطبيعة. الماء ثروة. الماء أساس الحياة للإنسان والحيوان والنبات، ينبغي المحافظة عليه. نظافة المدرسة. أشارك في المحافظة على نظافة مدرستي، فلا أرمي الأوراق والأوساخ على الأرض، ولا أكتب على الطاولات والجدران. أنظم أوقات راحتي. التلميذ النجيب ينظم أوقات راحته، يلعب، يطالع، يشاهد التلفاز، يساعد عائلته، يتجول ويزور أقاربه. الحق في اللعب والترفيه. لكل طفل الحق في اللعب والترفيه والتسلية وممارسة هواية يحبها.